السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم معكم واحد الحلوة اللي كتجي رائعة، كنتمنى تعجبكم إن شاء الله. ودوزوا معايا المقادير والطريقة إن شاء الله باش نحضروا هاد الحلوة ديال اللوز اللي كتجي رائعة، كنتمنى تعجبكم إن شاء الله. كيجي فيها المنظر زويون خواتاتي. دابا ندوزو إن شاء الله للطريقة باش انا نحضر معكم هاد العجينه اللي كتعجبني، وقلت علاش لا نشاركها معكم. كنخدم بها كاع الحلويات نتاع اللوز والكعبه، كتجي بها زوينه بصراحه، ما تندموش عليها الا جربتوها. غنقول لكم شنو غيخصني في هاد العجينه اللي غنحضر معكم. عندي جوج كيسان ديال الفرينه هنا، ونص نص كاس نتاع مايزينا، كاس نتاع السمن ولا ما كاين اللي عندكم، الماء مع الماء الزهر غادي نخلط، وما ما غاديش نقول لكم شحال غتهز ليا لان سا ديبا على الفرينه. قبيسه د الملحه، واحد الساشي نتاع فاني، واحد معلقه ونص نتاع السكر كلاصي، واحد الساشي نتاع فاني، واحد القبيسه نتاع الخميره. دابا نوري لكم الخميره ديال الكاطو، واحد القبيصه صغيره. دابا خواتاتي غندوزو ان شاء الله، غندير لا فارين ديالي هنايا، عندي جوج كيسان ونص العبار باش ما عبرتو غير تقادو العبار بزلافه، ولا اللي بغى يضعف المقادير ولا اللي بغى يكثر، المهم كديرو عبار واحد ونص كاس مايزينا اللي درت هنا. وإلا نتوما درتو بزلافه كتعبرو بحال العبار، غيكون عندكم عبار واحد. نجيب شويه ديال السكر كلاصي، واحد معلقه ونص غير باش كتكون البنه فيها، كتجي زوينه في الصراحه هاد لاباط، كتعجبني انا كنخدم بيها، قلت علاش لا نشاركها معكم. واحد الساشين تاع فاني، قبيسه د الملحه، غنخلط كلشي هادشي هنايا. ندير شويه هاد الخميره د الكاطو، ماشي بزاف غير واحد شويه، واحد شويه، واحد الراس د المعلقه، ندير داك الزبده هنايا ولا السمن ولا اللي عندكم، كيكون دافي شويه ما يكونش سخون. كنبسس هاد العجينه ديالي، كنجيب داك الماء وما زهر مخلطين عندي هنايا، هنا كنخوي بالتدريج، ما تخويوش في خطره باش تحكموا في العجينه، هنا كاين فرينه اللي كتشرب كاين ما كتشربش. العجينه في الحقيقه كتعجبني انا، كنحضر بها كاع الحلويات نتاع اللوز، كتجي زوينه. كتبغي شويه العجينه هاد لاباط، تخافوش منها فيها مايزينا، داكشي باش خصها شويه ملينه ما تجيش قاسحه.
انتم اخواتاتي خصها تجي كتخليوها ترتاح حتى الا باتت كتجي زوينه، الا باتت لغد ليه كتخدموا بها كتخليوها ترتاح. دابا انا غنجمعها ونخليها ترتاح وندوز من بعد الحشوه ان شاء الله اللي غنحضر معاكم. وتاتي جبت شويه ديال اللوز هنا، واحد الكاس ديال اللوز، وانتم المقادير اللي بغيتوا تحضروها. انا راه كنت حضرت شويه، عندي مازال شويه شايط ليا من الكاطو وغنزيد عليها هذه، وانتم ديروا الكولور اللي بغيتوا. انا غندير شويه ديال كولور غوز ونخلطها هنا. انا اللوز كنشريه مطحون، وانتم الا بغيتوا تحضروه كتحضروه، راه عارفين كلشي كيبغي تبارك الله راه كلشي كيعرف. غندير شويه ديال ما زهر بالتدريج باش كتجمعوا لاباط ديالكم. فيها شويه السكر، درت شويه السكر في لاباط، غنخليوها حتى هي ترتاح، ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا الشكل اللي غنخدم بها. نتوما ديروا الكرو اللي يعجبكم. دابا غير بغيت نوري لكم اخواتاتي، انا راه كانت عندي وجده مازال شايطه ليا كما قلت لكم. ايوا المهم حتى انا نوليو نتلاقاو ان شاء الله ملي غنبداو في الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. دابا اخواتاتي غنرجع معاكم بعد نوري لكم شنو غنحضر بديك العجينه اللي وجدت معاكم بعد ما خليتها ارتاحت. ها اللوز هنا، واحد الشكيل غنديرو بالتمر، التمر اللي درت هنايا. عندي هنا واحد جوج معالق تاع جنجلان، شويه د القرفه، واحد معلقه السكر، واحد معلقه الزبده. دابا غنجمعها ان شاء الله، غندير بها جوج شكيلات. غنعجن داك التمر هنا، داك العجينه اللي حضرت معاكم غندير بها جوج شكيلات. غنحتاج معها شويه دما زهر، دير واحد معلقه دما زهر هنا، غنخلط ونشوف. كديروا بالتدريج، الجنجلان كتحمروه شويه من بعد ما ديروه، غير كتصهدوه باش كيعطي واحد التقرميشه التمر. واخا كيكون عندكم واجد ولاو سخنوه شويه باش كيعطي واحد التقرميشه زوينه للتمر. شويه ما زهر باش ما تجيش ناشفه، خص تكون باش تجي لكم طريه باش ما كتجيش قاسحه، كتجي خص ديروا لها شويه ديال الزهر. غتجي هكا. دابا غانا نرجع معكم ان شاء الله بعد ما نجمع من هنا. بعد اخواتاتي غنطلق معكم العجينه اللي كنت وجدت، دائما كنردوها في السلوفه. ها التمر ديالي هنا اللي وجدت معكم، ها اللوز، ندير جوج شكيلات عجينه واحده. هاد العجينه تخدموا بها اللي بغيتو، تجيب شويه د مايزينا ما كتلتصقش، ولكن اللي بغى يدير في الوراقه يدير في الوراقه. انا غنخدم غير بالدلاك على حسب اللي ما عندوش الوراقه، بغيت نوري لهم يخدموا غير هكا. كنرقوا العجينه ديالنا،
هاد العجينه في الصراحه خدموا بها اللي بغيتو كتجي زوينه، اللي كتاكلوها كتجي مرمله ما كتجيش مدقسه ما والو. نجيب واحد الطابع نجيب اللوز ديالي نحطو هنا من بعد كتزينوها باش ما بغيتو، انا من بعد غندير ليها غنوري لكم غير الطريقه. تجي غير هكا كتجي زوينه هاد الورقه، واخا تجبدوها كتجي بحال ديال الكعبه، تخدموا بها الكعبه وكلشي كما قلت لكم اخواتاتي كتجي غزاله هاد هاد العجينه. هاد العجينه كندير بها الشكالات اللي بغيت كنديرها بها كتجي زوينه. نتوما باش ما بغيتو اخواتاتي تشكلو، انا درتها هكا السامبل باش تجي سهله. كاين شكالات اخرين اللي بغى يدير هكا يديرها، اللي بغى يشكلها بشي حاجه اخرى يشكلها، انا غندير لها غير هكا باش تجي ساهله اللي كيبغي يدير هكا شي حاجه. مكنبغيش نطول الفيديو اخواتاتي، من بعد غنرجع معاكم. دابا غنعاود معاكم الشكل اخواتاتي ديال التمر. هنا كنجيب التمر ديالي كنديروه هكا كتحربلوه كيما بغيتو رقيق ولا غليظ. قبل ما نطلع ما كنطلق العجينه ديالي نديرو لها جوج دورات ونص، كنجيب الموس ولا الجراره ولا اللي عندكم، انا كندير معكم غير شي حاجه سهله. كنثبتوها هنا باش ما كتحليناش.
تبتوها شويه. ثم تدير الكبر اللي بغيتو، انا غندير هكا. كنديرهم غير هكا، من بعد كنجيب واحد الموس كيكون واحد الموس ماضي، نعاود معكم واحدة أخرى. ندير لكم غير حاجه سهله باش كلشي يقدر يديرها، اللي ما عمري دخل الكوزينه يدخل يديرها، تجيها سهله. انتما نعاود معاكم واحده اخرى. تطلقوا العجينه ديالكم مزيان باش تجيكم رقيقه بحال ديال الكعبه، ما تجيكمش غليظة. نجيبو التمر ديالنا. بعد اخواتاتي ما ساليت الكاطو ديالي، درت جوج ثلاثة الشكيلات، هانتوما كتشوفو الشكيلات، عجينة وحدة غتخرجو منها الشكيلات اللي بغيتو. دابا هاد الشكيل هذا، هذا اللي ساليت هنا غندوزو في البيض نتاع البيض، نديرو شويه زنجلان، نتوما ديرو شويه زنجلان. دابا خواتاتي غنستمر، كنبغيش نطول عليكم الفيديو. هذا هانتوما زينتو هكا التشكيلات، الشكيلات اللي بغيتو تخدموها بهاد العجينه هذه، بصراحه كتجي زوينه. دابا هذه غنخليها ترتاح شويه حتى كيبس داك البيض والزنجلان، عاد كنديرهم في الفران. هانتوما هاد الشكيل هذا، درت الشكيلات هكا اللي بغاه بالقرقع، تنسى ندير لهم البيض ديال البيض باش يشدو. هاد الشكيلات درت لهم هكا، الشكيلات خدمتهم هكا، عجينه وحده تخرجوا منها الشكيلات اللي يعجبكم. كنتمنى يعجبكم اخواتاتي هاد العجينه اللي حضرت معاكم. دابا انا غنستمر نكمل تزيين الكاطو ديالي، وملي طيب ان شاء الله وتشوفوها في التقديم. اخواتاتي من بعد ما ساليت الكاطو اللي صغبت معاكم، انتما كي كتجي عجينه وحده تخرجوا منها الشكيلات اللي يعجبكم. هذا الشكيل اللي درت معاكم، عجينه وحده درت هاد الشكيل هذا، درت هذا اللي وريت لكم ديال القرقاعه كتجي زوينه. هذوما الشكيلات اللي خدمت معاكم بعجينه وحده، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. هاد العجينه كتجي زوينه، جربوها وخليو لي التعاليق ديالكم. كتجي غزاله هاد العجينه هذه اللي حضرت معاكم، وانتم حضروا بها اللي بغيتوا. درت هاد الشكيل اللي وريت لكم، هادوما الشكيلات اللي خرجت منها من عجينه وحده. نتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها،
شكرا لكم على المتابعة. انتم اخواتاتي لقات ديك الحلوة اللي حضرت معاكم، انتم راني ساليت. دابا ان شاء الله كنخليو الحلوة اللوز تبات ولا من الصباح حتى الليل عاد طيبوها حتى كتنشف مزيان. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، راه كتجي رائعة لا في المذاق لا في الشكل، كلشي كيجي زوين. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله ملي غنساليو ونقدمها وتشوفوها